إذا أخي المتتبع الكريم، سلام الله عليكم، تحية وشكر للمغاربة اللي ربما في هذه الآونة الأخيرة الكل تيستنكر بعض الأعمال اللي كتوقع وخاصة في البلد ديالنا الحبيب اللي راه نجح الحمد لله. هذه مسألة اللي ما تنشكوش فيها في مجموعة ديال الأشياء وخاصة مشق الدبلوماسي اللي تيشرف عليه صاحب الجلالة. ولكن هنا اليوم إخواني الكرام حالة غريبة اللي تفعلت معها وسائل الإعلام بواحد الطريقة غريبة. البارح انتشرت إخواني في المواقع الاجتماعية واحد الطلب غريب تقدمت به واحد السيدة رئيس المجلس البلدي ديال بني ملال. طلب غريب، طلب اللي خلى مجموعة ديال المغاربة أن يعطيوا علاقة مع المهزلة اللي تنعيشوا في هاد الأونة الأخيرة أخي المتتبع، وخاصة مشكل الإخوة المحاماة. مرأة قررت أنها تراسل رئيس المجلس البلدي ديال بني ملال وطلب منه رخصة ديالاش ديال التسول، مادام أن القانون تيجرم تسول ارتأت أنها باش دير هاد الخرجة. غادي نحاولوا نشوفوا هاد السيدة. السلام عليكم اختي. بخير، هانية، كلشي بخير، الله يحفظك. مرحبا بكم عندنا اختي. الله يحفظك، شكرا شكرا. اليوم جيت عندك. مرحبا بك عندي. عرفتيني؟ عرفتك. عرفتك الحاج حميد العقاوي. حميد العقاوي اختي، جيت عندك انا ومجموعه ديال المغاربه. واه. وفيهم دراري صغار. مرحبا بكم عندي. امهات. مرحبا بكم عندي. لا درتي واحد الطلب. واه. اللي عندي نسخه منه. واه. هذا الطلب غريب الاطوار، طلب اختي اللي مكتوبه فيه هكا كتبتي هاد السيده اللي بكل عفويه مشات عند كاتب عمومي اللي تيبان حتى من الخط ديالو. واه. راجل بسيط. واه. وهي تكتب. واه. الى السيد رئيس المجلس جماعه بني ملال، الموضوع طلب ترخيص مزاولة مهنة التسول بعد انسداد جميع الأبواب فوجي من أجل البحث عن العمل. سلام الله أو سلامتا بوجود مولى الإمام. سيد الرئيس، ما كتبليش هنا الإكرام مزيان، يؤسفني سيدي أن أتوجه إليكم بهذا الطلب من أجل ترخيص لي من أجل مزاولة مهنة التسول، وحيث أن القانون كيمنع المزاولة ديال هذه المهنة لأنه يشترط ما هكذا بالقيام بها بالتسول تكرار الفعل أكثر من مرة، وأمام القانون تيعاقب عليه كما قلت، وأمام هذه الحالة أخاف أن أتعرض للعقوبة في حالة التكرار. تسدوا عليها البيبان كاملهم، اعتبرها اختك. اجي نعيشوا هاد المره اللي ارتأت انها دير هاد المراسله غريبه، وعليه مادام انها كتعترف بان تسدوا عليها البيبان وخصها تجي تسعى. كلنا تنسعوا الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى اللي خلى المسؤولين يحسوا فين وصلات بينا. كتلتمس منكم السيد الرئيس الترخيص بمنح رخصة التسول حتى لا أكون عرضة للمساءلة. حفظكم الله، حفظ الله أولادكم وحفظكم من الفاق. هذا الطلب أنت تقدمتي به للمغاربة باغوا يعرفوا شكون أنت. سميتك؟ سميت الشرقاوي الدريسية. الدريسية. غادي نعطيك الميكرو. شكون أنت؟ ها؟ شكون انتي الدريسية؟ الدريسية عندك شي وليدات؟ عندي واحد. قولي لي شكون انتي، بغاو يقربوا المغاربة شكون انتي. عندي ولد واحد. نعم عندك ولد واحد. واحد واحد. عندك ولد واحد. واه. الدريسية تقدمتي الطلب للرئيس ديال المجلس البلدي. قال بيبان تسدوا في الوجه ديالي. كيفاش؟ تنمشي نقول لهم تنبحث على خدمة، تنقول لهم بغي نخدم، أنا ما عنديش، تنعيش الفيق بزاف، ما عندي، ما صدفاش نخدم، ما صدفاش حاجة. البيبان كاع اللي دقيتو تيقول لي مسدود. عندك دري؟ عندي دري، خاصو باش يقرا، خاصو السوايع، خاصو بزاف تاع الحوايج. وقلت انا هاد المهنه غنتعاقب عليها، راه عارف القانون تيعاقب عليها. قلت البيبان تسدوا عليا، قلت غنمشي رئيس المجلس البلدي. انا ما سطوش، ما غاديش نكذب عليه، راه ما سطوش. دخلت البير. نعم. دخلت البير الدور، حطيتو ليهم، ما بغاوش يشدوه من عندي. قالت لي لا ما نشدوهش، ورجعت
ورسلته لبنايد البريد هذا الشيء اللي مشيتي درتي طلب للرئيس انك باش يسمح لك باش باش تخرجي نمشي. تسعاي ليزي عمرك نويتي تسعاي لحقاش دابا قلبي بان تسدوا الاعانه جاو تاعي وعمرت الاعانه ما شديتها ياك دازت شي ايامات كورونا راه ما عمري شديت انا شي قفه ولا قالك شي مقدم جا وعطاها ليا الخمسه كانوا تيشدوا من عندي لاكارطه تنصور خمسه لاكارطه سته في النهار وفاش كنت ساكنه في الحمصالي تابعه للحمصالي عمرهم ما شدوا من عندي شي شديت القفه تيشدوا حتى تيفوت تيقول لك وسير الله يعاوني يعاونك ما نعطيوكش هاد فاش تحاول تقول لا باس عليك لا انا كاريه ب 20000 ريال وتنعاون مشيت ثاني تال سميتو مشيت للثامنه حتى هي هذيك الثامنه الفوقاني اللي في السمعه حتى هي ما عمري شديت القفه ديالها كانوا تيجيبوا فيا ماس كورونا ما عمر شي واحد عطاني شي قفه ولا شي حاجه وتنقول علاش انا تحقرت انا سدوا كاع البيبان ملي تحقرت في القفه وعا سيدنا اللي عاطيها لينا حتى واحد ما تيدق الباب ديالو تيقول لي هاك انا سدوا عليا البيبان كاملين ديال هاد الناس ما لقيتش اه اللي تيشد الخمسه كانوا تيشدوا من عندي لاكارطه تيخزنوهم تتفوت تيقول لك الله يعاوني يعاونك ما عندنا ما نعطيوك الزوج ديالك خدام خدام غير في قهوه قهوه مسكين فاش داكشي باش تنخلصوا الكره تيشدك ال 20 تنعطوها الكره والسلاف ريال تنطلعوا عليها كيف كنت كنتي خدامه اه ما خليت باش خدمت انا خدمت انا ما خليت باش خدمت وعانيت انا من الفقر وانا باقي تنعاني الفقر راه فيه درجات كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين اللي عنده دار تكون عنده بيت كاين انا راه من دوك اللي معري الشتا لا ما عنديش انا فرشت غير كرتون في الدار خاصكم تخرجوا لعندي وتشوفوا الحالة ديالي فاش تنعيش انا تنطلب منكم من هذا المنبر الله يجازيكم بخير غتجي عندي لداري وغتشوفي متنا انا غير بالكرتون علاش تنعيش المغاربه غادي نتفاعلوا وهذه رساله للمنتخبين الا تروا بان حان الوقت باش اننا نديروا ظروف الشغل من الاولويات وكفانا هذه المهرجانات لان ربما في وسط الحاله هنا في بني ملال بني ملال اللي تقول لك الفنانه حده وعكي في بني ملال ديك الفلاحه عظيمة يا عباد الله ديال الماء الوزينات ما كاينين حتى حاجة ما كاينين بني ملال ما آلت به الأوضاع والله العلي العظيم هذا تساؤل للمجلس البلدي ولا المجلس القروي أو للمجالس القروية المنتخبين كاملكم حنا عرفنا بأن المجلس عاش واحد الصراعات قوية ما بين أباطرة في هذه البلاد وخاصة المجلس السابق ديال المجلس ديال البلدي اللي ربما تم عزل كاع شي واحد هنايا في السياسيين والحمد لله دخلوا ناس اللي عندهم ضمير فيما ان كاينه خروقات قويه وخطيره في هذه البلاد وخاصه في المجلس الجهوي خطير ما وقع ابان الفتره السابقه هنا في هذه البلاد ولكن ما عمرني نويت بان امراه ام متزوجه وعندي مرض مزمن عندها مرض مزمن كاين باش نصفي انا دابا وغادي تمشي اول مهنه مسكينه حاولت باش من بعد ما سدوا عليها البيبان اشنو قبلت تدير مسكينه الكونتربوند عرفنا بان مجموعه ديال العائلات عايشه بهذا بالكونتربوند ولكن نشوفوا المحايل اللي دوزات في الكونتربوند اذا ام متزوجه ما خارجه للزنقه ما كتشوه ام مغربيه ما كتشنخون ما نقد حتى حاجه انا ما قدرتش كتشنخون او لا نبيع صحتي على شرفي انا نقد من ولكن ما نويتش انها ولكن انا نقد نمد يدي لعباد الله وما نقدش نمشي نخون غادي نمشي نتعاقب في السجن وحتى الا مديتي دابا راه غادي تعاقبك ايوا دابا مال قلبي بان تسدو في الوجه ديالي دابا الا جيتي تسعي غيجمعوك يجمعوني يدوني للحبس غيبقى ولدي مشرد تما فين غادي يعود الشمكان اما وصلات العظم خصك دابا وصلات صافي اذا راه تمشي معايا للدار ما عنديش الخبز اش نقول لك شفت انا وعاينت بزاف ديال العيالات لاباس عليهم تيطلبوا هذا وتيطلبوا عندهم الفارم عندهم شنو بغيتي تقولي لهاد الناس اللي لاباس عليهم وجاو دخلوا حتى انتم يحسدوكم حنا كنشوفوا المحاماه كنشوفوا لي كونكور كنشوفوا الطبقيه كي ولات غادي نهبطوا حتى لعند هادو اللي بغاو غير انهم يسعوا الرحمه ديال سيدي ربي غادي تلقى ناس اللي لاباس عليها بطوموبيلات وما انا شفتهم في الرباط طوموبيل وقفات حتى هبطات العيارات في رمضان كات كات فيها مراه لابسه مزيان تيستغلوا بحال هادو ولكن هي جات اليوم باش تقول لك انا تنقول لها بكل الاحترام انا تنقول انا طبت انا درت الكونتربوند انا مراه متزوجه خدمت وانا درت واحد الطلب وربما هذا الطلب ما رايكم في هذا الطلب اللي تقدمت به السيده مواطنه في بني ملال تقدمت الى السيد الرئيس بكل احترام بكلام لابق حتى بالتكسيل وماشي حتى بالاورديناتور مشات هي عند كاتب عمومي مسكين وليا قلت لي ما عنديش الفلوس فابور فابور وقال لي شنو فيه السيد الرئيس اعطيني رخصه بغيت نسعى شتي فين وصلنا اين الخلل
وألا ترى بأن حشومة وعيب وعار ولينا تلقاو في الطاليان، تلقاو في اسبانيا، اي دولة في وعندنا اوروبا التعاوني. تلقاو ولاد بني ملال، كل شيء صافي. البلاد اللي عطاها الله سبحانه وتعالى، الخزان المائي اكبر خزان مائي وحده، ونشوفوا بان وصلت هكا، لا بد تخرجوا حتى نتوما وديروا شي بيان حقيقه. شنو واقع بني ملال؟ حنا كنعرفوا كاعلاميين بان كاين صراعات قويه ما بين اباطره السياسه والمقاولين ديال الريع. الا ترى بان حان الوقت في جوب هذاك الدري الصغير والام ديالو، العلاقه ديال سا ماجيستي الله صاحب الجلاله مع الام المغربيه، وحينما خاصه حينما استقبل الاسد مع الامهات ديالهم، ها هو شبل، اذا ما درناش يد في يد ضاع ذاك الدري مسكين. نشوف شنو عانت على ذاك الدري، الله يسمح لنا من الوالدين خاصه الام. سدوا عليك البيبان وليتي كدير الكونتربون، وليتي كدير الكونتربون. كنت نبيع ديك الساعه فاش كنت صحيحه شي شويه، كنت صحيحه، انا ما عمري ما ديت يدي، كنت صحيحه ما خليت فاش خدمت. ولي فاش دابا المرض اللي تيلعب دور، دابا تنصف فينا غير بالدواء. باش غادي دابا تنشرب الدواء ديال لاطنت وديال القلب، وعندي دابا الماء، عندي واحد المناعه ضربت ليا، وليت تنصفي بالدواء. دابا راه عندي هزه معايا، تنصفي غير بالدواء. وخاصني مثلا الا خرجت شي بلاصه خاصني ندير لي كوش غير تيجيب تبقى خاصك دايزه بالماء. دابا تنصفي غير بالدواء، دابا غير الدواء دابا عطاو ليا وتنصفي به. قال لي راه متزوجه مسكينه، وشوف دابا تقاسلي هذيك انت رساله حتى للمندوب الاقليمي ديال الصحه. اسمع اش كتقول هاد الام بكل عفويه، كنجري بالماء كيف؟ خويا دابا انا تنطلب من الناس، واه دابا انا حسيت ودوك الناس اللي تيخرجوا تيقولوا راه بغات تخرج تطلب، راه ما غاديش نطلب. انا تنطلب المغاربه اللي ناس كبار ومسؤولين يشوفوا الجهه ديالي، راه ماشي تجي دقيت عليك انت تكون اختك ولا امك ولا بواك، راه غادي واحد النهار غادور الصمت وغاتجي فيك وتعودي بحالي، فهمتي؟ راه غادي يعود بحالي. اسمع من خير ويجي تسعد، لا منويش منويش ديري طلب اعانه، طلب دعم، طلب مشروع، حتى وليتي كديري طلب ديال عافاك بغيت نسعى. غير دابا ما خليت في اي باب اللي دقيت، غير الاعانه جاو. سيدنا سيدنا في الحجر الصحي راه وفر كل شيء. انا سيدنا عطانا وليني ما وصلتنيش، تدوز من حدايا وتعطوا المقدمين كلهم، تعطوا غير صحاباتهم، وكانت هي كورونا صحاباتهم ما شاء الله دوك اللي دوك تيكونوا معاهم. دابا هما ولا دايرين الطوموبيلات ما بقاش يهزوا الكفوف تما، دابا القياد حنا ما غاديش نعدلوهم. القياد راه تيشدوا يقول لي غندير واحد المراه راه ما عندهاش، يديهم هما لديورهم ما تيلحقوش للناس. انا منهم بعدا، انا ما شديتش ما شديتش، مشيت عندهم في الخامسه، مشيت حتى الخامسه وطلبتهم على قفه، قلت لي راه فيا كورونا تنعس حدا حيت ما بغيت ندخل نعادي لا ولدي لا راجلي خليني. شتي في كورونا؟ وطلبتهم على قفه، قلت لهم خلينا نجي نعادي الحيط وناكل. تيقول لي لا ما عندنا ما نديرو لك، ما عندنا ما نديرو. بيني وبينكم المقدمين ديال بني ملال الا كان هذا الشيء حشومه بزاف، عمري انتم خوتنا ولاد بني ملال ولاد الدوار ولاد البلاد، ولان باش انك تكون مقدم خصك تكون ولد عندك اعراف عندك تقاليد حشومه هذه الهضره. شوف حنا غادي نعذروا القياد، القياد عافاكم انا ما تنعممش، ولكن عيب نسمعوا هذا الشيء في اعانه اللي عطاها سان ماجيستي اللي عطاها سيدنا. كتقول لك بغيت عباد الله غير ديال سيدنا، اما المباقي الى هداهم الله راه تيوصل لهم لكل شيء. تنتمنى حتى من السيد الوالي والغيره ديالو اللي عنده على هذه البلاد وما اعطاه لهذه البلاد منذ تعيين هنا السيد الهبيل، انه يدير تحقيق مثلا في هذه المراه. واش هذا الشيء اللي دارت هذه المراه لاباس عليها؟ وكما قالت تيسبوني، قالت لك ملي مشيت تقدمت عند الرئيس وقلت له هاك عافاك اعطيني واحد الرخصه نسعه، ما عذرونيش، ما رحموش ولدي، ما رحمونيش، انا غاديه وتنجري بالماء. الناس ما تي شتي فين تتوصل بالامهات ديالنا بوجه مكشوف، دابا غنقول لك يدور بها الزمان حتى تمشي وتقول الرئيس. غنشوفوا كي عايشه هاد البنت في الصغر ديالها، كي عشتي في صغرك مزيان بخير خير كنت خدامه كوتر مود معروف انا عند الناس، خدمت مع الحوانت، خدمت مع الناس معززه مكرمه، واخا نعست الكوسان وتنبات ونعسين في الكوسان راه 750 كيلومتر الناظور، راه ماشي سهله تتلحق وتعاود ترجع باش نبيع ونجي نخدم. 750 تنمشي وتنصبحو تما وتنضلو تما، وفي العشيه تنجيو ثاني تنبيعو تنعطي لواحد اختي تنصير عليها ديك الساعه. اختي ماتت، مشيت درت لي عمليه في السويسي وماتت. تتشري 750 15 100 كيلومتر في النهار، تنبقاو حتى العيد كبير تنذبحو ديك النهار وصراحه تنخويو.
تمشي. تنعاون نمشي ثاني باش نخرج. قالوا لي كاين اللي تيمشي ناعس كاع في ذاك الصندوق ناعس، انا فيه تعي الصندوق ناعس مع الناس كاينين مجوجين وداك الشيء تنفرشوا بحال العائله في الصندوق ديال الصندوق مع الباكاج. كتمشيو من هنا حتى الناظور، حتى الناظور وتمشيو باش نجيب طرف ديال الخبز باش ما نتلحش. انا ديك الساعه كنت باقي صغيره ولا دار الكركسيده ولا شي حاجه، شكون يعرفكم بين نتوما تما؟ ما كتخافوش؟ هو غادي نخافوا باش ما نمشيش نفسد انا ديك الساعه باقي صغيره، والله ما نمشي نخدم كوتر بوند ما نمشيش نفسد، ما نبيعش اللحم ديالي. نعم انا ما قديتش على داك الشيء، قلت لهم فاش ماتت اختي قلت غنجيب هاد الدراجه نستر راسي، قعدت بوحدي قلت شو دابا والله ما نجيبو خا نولد عا ولد ولا بنت اللي غيرحم عليا. انا دابا وحلت، دابا ما عنديش البيبان تسدو عليا، تندي طلب هنا تيقول لك لا انت مريضه غتموتي لينا في الخدمه هادي. قال دابا تنبغي نمشي نخدم مع شي واحد تنقول له تنعلمو بالمرض ديالي حيت ما نطيحوش في شي مشكل، ماشي الصباح نصبح ما نكالو على الخدمه ديالو ونقول ليها ودي راه رانا مريضه، نقول له رانا مريضه بالطنسي والقلب وراه تنصفي. تيقول لي لا لا لا. قلت راه انت جاي الرئيس مجلس البلدي نحط لي هذاك الطالب ربما غير في الشارع ديال محمد الخامس راه قاعدين حاطين كرتون نص وداك البوينيون قلت يجيب الله اللهم نبقى تما. كتجلسي انا مع عمري والا دابا 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 تنخدم تنبيع الكارو كلينيك صافي. ممكن ما تجي تبيع الكارو. دابا هذيك هي الخدمه ما كنتش نخدم انا دابا صافي. بقادات ليا صافي. بقادوا ليا كاع البيبان تسدوا هذيك هي الخدمه. حتى جايه والبرد. لا تيسرد ليا الكارو واش غندير؟ تيعطيني واحد السيد الله يجازيه بخير تيعطيني بالكريدي تنبيع، تنبيع ديك ال 100 درهم ولا 1000 فرنك تنعطيها لولدي وتنعطي لمولاه الفلوس لا ما تبيعش، ولا جاك واحد سكران غتعطيه ليه وتخلصيه من عندك اش غدير؟ كيجيو شي وحدين سكران. كيجيو دوك الشمكاره واش غتبقى تجابد معاه؟ الا عطيتي غير جوج كوارون انا خاصك تبقى تخدم تخلص الاخر. هذا هو الهدف ديالي انا، تنطلب من الناس المسؤولين ديال بني ملال ما يتخلوش عليا انا. انا ماشي قلت لهم شي حاجه ولا ما عمري وقفت عليهم ولا قلت لهم عطيني، ودابا مشيت دقيت عليهم البيبان. انا وقفت عليهم دابا وانا رئيس مجلس البلدي راه ما شفتوش ما غنكذبش عليك، راه مشيت لبير الدور حطيتو قالت لي راه مشيت يصلي مع 11 قالت لي راه مشى للجامع ولا ما عرفت فين. انا ما عارفاش واش انا تنحترمو من هذا المنبر، انا التراب ديال رجلي من المخزن ديال بني ملال، انا ما عنديش معاه شي علاقه وما بيني وبينه ما عمرو شافني بعدا شي راه ما عمرو شافني. السيد الرئيس تنتمناو تنتمناو خيرا من السيد الرئيس والله شي بلاصه تنتمناو ان يستقبل هذه المراه ويجاوبها لان طلب تقدمت به المكتب الضبط. انا ما درتوش شي حاجه وشنو فيه مادام ان القانون كيجرم السعاية عطيني رخصة ساعة راه وصلت فيا العظم صافي عادي ربما بانت لي عادي. سيد الرئيس تنتمناو رأفة أن راه كاين حتى تعليمات ملكية الحمد لله، وراه السيد الوالي ما من مرة دار اجتماعات مع المنتخبين واللي شاف السيرفيس على لافاك دفروا. لافاك دفروا هو هذا الصقيع اللي غادي تعرف المملكة وهذا البرد اللي غتعرف المملكة، فهذوك التعليمات ديال ملك البلاد تنتمناو أننا نشوفوها في الشارع، نحاولوا نديروا يد في يد صفر متشرد يموت لنا في الزنقة. راه عرفتي هذه دابا كي كدوزي في الليل وانت عندي تخثر ديال الدم تدوزي ها هما البيات شو كيدايرين؟ بالبرد شحال كتصوري في النهار؟ انا باش ما تنصورش كاع، دابا مع الكارو غلا كاع الناس ما بقاش يشري ما بقاش لا بقاش يشريو الناس، قالت حنا الكارو غالي، قلت له انا ما زايده فيه ما والو، تنبقى مريحه حتى تنعي وتنمشي تنتغطى ميكا وتنحط ولدي حدايا. كي غندير؟ فين غنمشي؟ اين باب اللي غندق هنا؟ انا صافي دقيت هالباب هذا هو الاخر ثاني دقيتو حنا غادي نشوف. الباب اللي دقيتي مشيتي عند كاتب عمومي يكتب لي شنو قلت لي هذاك الشيء؟ قلت له يكتب لي بان نمشي يرخصوا لي باش نمشي نطلب. إن صافي راه كاع البيبان اللي تمشي عنده على حساب الشغل تيقول لك لا هادي لا هادي 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 وصافي. قلت لي انا غادي نمشي كتبتها لراسي راه دابا الواحد دابا واخا ما تيبقاش في القرايه راه الطاير راه تيبقى في العقل واخا ما قريتش. انا مع والديا فقراء وما عندناش وما فحالناش، وانا واخا ما قرونيش والديا راه قريت انا في الدماغ ديالي راه قراني دابا نقول ليها تكتب ليها تكتب ليها راه كتبوا لي. وليت كتبتيه مشيتي ديتيه مشيتو ليهم دخلتي للبيرو دور در دخلت قالت لي تعرض لي واحد السيد في الباب قال لي راه ليا لالا دخل عندها قالت لي لا 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 واش عندك العقل؟ قلت لها عندي العقل رانا بعقلي. كيفاش حيت قرات الكاتبه قالت لي واش عندك العقل؟ قالت لي واش عندك العقل؟ قلت لها العقل راه تيمين المره هكا مره هكا من تيطلع راه تيطلع لفوق دارتني انا بحال هبيله. عاودت هبطت عند واحد المخزن ديال الباب قلت لها ودي السيده ما بغاتش تشد من عندي الطلب وانا جيت لعند المجلس ورفضاتو. انا قالت لي راه رئيس مجلس البلدي ما شفتوش ما كذبوش راه الواحد راه غيدير غير شبر من الارض.
كان ديما يقول لي هلا ما بغاتش شوف. قال لي يا ودي، بقى تيهضر معايا، قال لي سبب بدل الساعه وداك الشيء. قلت انا غنمشي، ودابا هي رفضات وغنمشي نخلص عليه في الوسط. خرج لقيت واحد السيد، قلت له ودي صابني سان كي. قال لي مالك لا. قلت له ودي راه جبت طلب للرئيس ما بغاش مرجعي يشدو. سبعين ساعة قلت له بغا يمشي وسبعين ديال نصيفطو، العظام بغا نصيفطو له انا في الرئيس. البريد نعم ضمانات باش ما يقولوش راه ما جاناش. آه. وكيش بدل قال لي شحال غتخص. قلت له اللي عطيتيني انت وجهك، وكيش بدل 50 درهم، ومشيت خلصت عليه في البوسطه وجيت صيفطي له. صيفطو لي على ايد البريد، راه ضمانات هذيك. أيه. صيفطو وجيت شفت صيفطي في بريد مضمون نون، عندك تخلص الروسي عندي دابا الروسي عندي كل شيء. طبيب من الرئيس يسمح لك باش تخرجي ايوا تسعى ولا مدام عيط ليا قولي ونتفاهموا. انا تنطلب قولي منه سعادة الرئيس عيط ليا، انا التراب ديال رجليك، انا الله يرحم لك الوالدين، انا جيت عندك وراه ما صدقش. قالت لي سير شهر ثلاثة والدري، قالت لي تيشد هاد الشيء، راه هي اللي تتشدهم. قالت لي راه ما يجي حتى شهر جوج. قالت لي سير، قالت لي حتى شهر جوج عاد يجي هذاك السيد اللي تيشد هاد الشيء. وراه هي قرض مكفول للسيد الرئيس ديال المجلس البلدي لبني ملال، اعمالنا تطوعيه، هادو تقارير كديرهم قناه شوف تيفي بالصوت والصوره، هذه الحقيقه ديال الوضع، هذه مراه ديال الواقع. قناه شوف تيفي تنحاولوا دائما اننا نديروا هذه التقارير، وتنتمنوا من الاداره المركزيه بالرباط انها تقارن ما بين هذا الواقع اللي تنشوفوه وبعض التقارير اللي كتوصل بها مكتوبه، لان يعني ربما هنا غادي يبان بالضبط الخلل. بني ملال اتاسف انني تندير هذا البرنامج بني ملال، وانا تكون هذه البديله من بنت بني ملال اللي غادي ترتئي من بعد ما تسدوا عليها البيبان، غادي تصيفط للرئيس وغادي تقول له عافاك القانون كيجرم الى خرج من ساعه. لان شفتهم تيجمعوهم، كاينه حمله ديال لافاك فروه هي اللي لقاو في الليل تما تيهزوه، ما بغاتش انها تعرض لذاك المشكل، مشات باش انها تسعى بطريقه قانونيه حيت تسد قدامها البيبان. فما رايكم في هذه البديله ديال انها تقدمت للرئيس بطلب من اجل رخصه السماح لها بالتسول في شوارع بني ملال؟ كيف سيكون رد السيد الرئيس؟ اجماليه رد السيد الرئيس لا بد لانك مواطن او سيطرتكم عبر البريد المضمون تؤكد الاحترام ديالها لك السيد الرئيس، تؤكد الاحترام ديالها للسلطات المحليه وساكنه بني ملال، ولكن تقول لك وصلت فيا العظمه عباد الله. اختي قالوا لي بان راك استفدتي من واحد البقعه. استفدت منها على قولي لنا عاود، لان في التعليق قال لك لا راه مستفده هي من واحد البقعه. واش بنيتي ديك البقعه واش ساكنه فيها؟ لا دابا هذيك البقعه واش كاين شي حاجه؟ لا دابا شدي الميكرو شنو تقولي لخوتك المغاربه؟ ديك البقعه شديتها تقولوا للناس شنو كتقولي لهم؟ شنو الطلب ديال الخوت المغاربه؟ هذيك البقعه راه ما شديتها، راه تكرفصنا عليها شي ديك البقعه ما شديتها وما عطاوها ليا حتى كانت غترجع لمول الملك. داروه قال لي غادي يشد استفاده وشديتها راه تكرفص عليها وولدت واحد الدري ودرته في صاك عليها ما خليت غير درت على ذاك الولد. شي ذاك الولد شديت شديت بقى ما شديتها حتى راه دارت كنت نضغط على قدام البلديه ميكا كانوا زوروا الوراق ديالها ما نشدهاش انا. هادشي هنا عندي الوراق ديال الدليل ديالي كاين مع هذا الرئيس. الرئيس الاول لا الرئيس الاول ماشي هذا. اليوم الدنيا وغدا اخره، شنو واحد يكذب على شي واحد الا مات؟ ومال واحد الحكي هذا كيفاش فرقوا شي بقعه وزوروا؟ طاحت عليا الدار، الدار وطاحت وعطاتها تعطاتها في الخامسه، عطاوها شهاده اداريه صالحه وشراها واحد السيد. الدار 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 طايحه وغات تنزل وعطوها عطوها شهاده اداريه، هي ممنوع خاصها تنزل وتعود بقعه تعطاها شهاده اداريه وعطوها بعنوان اخر 161 هي عندي انا شهاده اداريه. فكر سيدي بعنوان اخر 161 والارقام في اخبار كاش واقع دابا في المغرب ديال الكونكور ديال المحاميين. انا غنقول لك غادي نرجع عندك هنا قربتي لي واحد شويه شي حاجه راه واقعه دابا. دابا صمت دابا هذاك العنوان تيلعبوا به المقدمين، تنقدم تقدي الدرجي قدامه يركب لك العنوان في ظهرك في البلاصه. دابا الارقام عاليه. انا عندي 159 لاكارت الاولى الثانيه وشهادة إدارية والولد محطوط على 159، هما عطاو شهادة إدارية 161 ديال جيراننا وتعطاتها رخصة وتعطاتها كل شيء ووقفته. بجهد الله تنمشي ومن عند الله تيوقفوا وحبسوها وعقبت السلطات المحلية شكرا لها أنا تجاوب معاك جاوب جاوب معايا وهما خلوا راه كان خلو تقني خلو مسؤول جوج تقنيين فيها قايد داك اللي عطاها عقب الدول الولاد حمدان عقب ما عرفت ندوه
كان واحد مسؤول في العماله ناضر روينه في دوك ناضت كاينين واه ناضوا وحيدوها ليا وبقيت تنعتصم ومات ليا واحد الولد تما كنت من هذاك الاعتصام والولد عندي الوراق ديالو مات لك الولد راه كاين الوراق ديالو وديته في ساك الروضه كيفاش عاوتاني انت مات لك ولدك تنشرب الدواء معتصمه مثلا ناكل ما تنشرب هو مات في الكاس ديالي وديته كيفاش ديتيه في ساك ما عرفتش باش نشري عندي في لابيلانس درته في ساك وتقديت شويه الرمي وحطيته فوق منه وديته عندي الوراق ديالو راه مدفون في ولاد الدريد على قبر العاشر وديته حتى تما وجبت ليه الرخصه ديال بلاتي 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 دابا انت كنتي كطلبي شي بقعه جات الاعانه عطاوكم البقعه ما عطاوها لك حتى الرقم ديال مشي رقم مع الرقم بدلوا لك الرقم بدلوا رقم بقات شي رقم اخر واه باش ما نشدهاش نضربوا عليها بقيت زاد معتصمه وانت حامله حامله جات حتى جات سيدنا في الزياره بلاتي بقيتي حامله ولدتي تما ولا شو لا بقيت واحد المده في الدار تنعاني مع داك الدواء اللي تنشرب بقيت تنعاني مشيت للدار ولدت هذاك الولد مشيت للسبيطار ولدتو عاد عقب الوالي ديال الجهه ديال بني ملال عيط ليا فاش جات الملال ولدتي حي ولا بيا ميت ميت مع داك الدواء مع داك الدواء السمر تنبات فيه كنت معتصمه تما ولدتي واش درتي حيت ولدتي شدوه حتى الصباح قال لي وجي عطيتهم لاكارت مشيت خرجت شوف الاسم ديالي وديته الروضه باش خرجتيه في الصاك جبته في الصاك كيفاش عطاوك ولدك في الصاك وخرج انا اللي خرجت عطاو ليا كيف هزيته ما عنديش غندير ليه لا لابيلانس لا والو وخرجتي به من فوق السبيطار من فوق السبيطار جبتو للدار هزا ولدك ميت وغادي به فاش تمشي في الطاكسي ولا غادي على لا دابا جبتو للدار وحطيته حتى كليت واحد شويه يومين ما كليتش حطيتي ولدك حداك ميت ميت حطيت وحدي في الدار وديته سميتو عندي شو تشري لي لك فانا غنعاود لك القصه وانا بغيت دابا هادي انا صدماتني كاع انا غندلي لك انا نسيت البرنامج والله العلي العظيم انا نوريك الوراق قانونيا انا تنهضر بالصموم بالوراق تنهضر بالدليل غتمشي معايا وغنقول لك الدليل كلشي عندي قاطع ديالهم دابا هادشي هما اللي شادين معايا عافاك عافاك كملي معايا وي جبدي داك ولدتي ولدك في السبيطار ميت ميت قلتي لصحاب السبيطار دبني من الليل راه ولدي مات من الليل عندي وراه ميت داو لبلاصه الموتى جاو قال لي غتخرجي خرجتو بالاسم ديالي ما كانت جابه خرجتو ديته معايا كيفاش ديتي جبتي صاك درتو فيه ديال الخضره صاك ديال الخضره ديال الميكا وديال الميكا عطاو لك مكفن ولا هكاك عليا لا قال لي ديه ما عنديش باش غادي نكفن انا غنعاود لك القصه مشيت عند واحد السيد تيبيع الثوب لا بعدا بغو جديتي هكا بدمياتي مشيتي واه نمشي بحال البيجاما ديالي وديتو لداري حتى مشيت كليت يومين اللي ما كليتش وهزيتو ثاني ومشيت بين الحمصالي مشيت عند واحد السيد قلت له باش غادي بولدك ميت في الصاك تدور به هنا في بني ملال غنعيط لك السيد غادي نجيب النمره ديالو عشيه وندوزو ليه شي بزاف وانا نديه ليه فاش ديته ليه قلت ليه مشيت عند واحد السيد تيبيع الكفونه قلت له ودي راه ما عنديش باش نكفن ولدي هو يوقف واحد الراجل اللي تكون في المسيره ما تنعرفوش ودي عطيني واحد الكفن غندي واحد الدري تندفنو راه ما عنديش باش غنشري الثوب هاد الدري صغير ويقول واحد الراجل غير شوف ليه شحال هو خلصوا عليا الله يجازيه بخير انا ما نعرفوش وفين كان ديك الساعه ولدك خليتيه في خد البيت خليتيه في واحد البيت في ديك البيكا غيكون خناز لا ما خناش وجيتو مشيت عند واحد الفقيه قلت له اجي غسليه ليا قال لي لا غتبغي هو الفلوس انا ما عنديش وشديتو لويتو كيفك وديتو الروضه فاش حكيت الروضه قال لي تجيب لنا الورقه ديال الدفن حيت في الاسم فاش ديتي حتى الروضه من الدار مشيت انا وياه وباه وخوه مشينا بثلاثه وتقدي هزيته ودرته في الكوفر عاوتاني ميت ميت واش غندير كي غندير ما قلتش للمرطاكس راه عندي ولد ميت ما قديتش نقول له غادي شوف يهزني درت فوق منو شويه ربيع شويه النعناع وديتو دابا داك الدري تيوقف في الليل واش يدور حدايا غدا حاشي بديك تفاش تيدور بيا كيكون في الليل تيجي يوقف عليا هذاك الدري تسبب لي انا في ذاك المشكل فاش اعتصمت ما بغاوش يعطوني الحق ديالي وزوروا الاوراق وداو الملف ديالي ودروه توقف الوالي ديال الجهه وعاد دا الوراق من عندي وعاد عطاوها لي شكرا للسيد الوالي شكرا للسيد الوالي شكرا للوالي الاول اللي وقف والله شكرا للسيد الوالي ولكن اش هادشي واقع في السبيطار جلسي جلسي انا غادي ندير لك حميد اخويا عشيه بالوراق يا ربي عشيه تعيط لي غنوريك كلشي يا ربي شتي انا انا غير شتي راه دازت عليا انا ظروف هاد الناس اللي قالوا راه بقعه واه شديت بقعه راه تكرفست عليها وداك الشيء واه وراه دابا و تيقولوا بقعه راه بقعه ما شديتها تتمرمت على صفا غير خاويه وصافي ما كاين والو راه ما دايزه لا البيع لا الشرا ديري لي نا ديري ليا ما تبيع ما تشرا تبقى كيكو في الكاغد معاونوكش الناس لا
ابراهيم دوك الناس اللي قلت لك داروا لي الطبله وجمعوا دوك الفلوس بيناتهم داروا لي شد شكرا لبعض الاخوان اللي ما بغاش تقول تذكر الاسم الاسم ديالهم، ديالهم اللي هما اللي داروا لي، هما اللي داروا لي شكراتهم حتى في الطبله. الخفاء، شكرا لهم. هذوك ايوه الناس وقفوا معايا وشدوا لي الوريقات. متتبعي الكرام، انا كلفت من هذه القضيه اللي بقات تتعاود هذه المراه. تنتمناو والله تنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذاك الدري ذاك الملائكه اللي تعذب في الدنيا شنو الذنب ديالو. دابا انت كتاكدي ليا حيت ولدتي الدري وولدتي في السبيطار ديال بني ملال، بني ملال نهار 8 في شهر 8 2014. هادشي في 2014. اسمح اسمح الشيخ في السبيطارات. انا نجيب لك الوراق. لا غير عاودي لي عافاك، عطاوك جابوك الكاول الكواميت كامل ميت وصل 9 شهور ولا غير يجيك قبيطه؟ 8 شهور لا 8 شهور كاين الرويصه ديالو والجينات وكل شيء لي، لا بكل شيء لي بعوينات وكل شيء لي كامل كامل. غير مع ذاك الاعتصام اللي كنت نعتصم هادشي علاش دابا شادين هما معايا لا عطاو حيت وراو لك في السبيطار. ولدي ها قالوا لك يلا هاكي ولدك الدي. تيشبه الولدي اللي باقي حي. اي هو هذا مسكين اللي مات. اي هو واو. وانا كنطلب من لا عافاك بغيت نعيش معاك. اسمع عليا تيدور عليا بالليل تيجي بالليل راه تعذب مسكين تيجي بالليل وتيوقف عليا هذاك هذاك التربيه اللي تجي هذاك الولد اللي مات. المغرب غادي يدعيو معاه وندعيو معاه حتى الله يسامحك. انت الزمان علاش دابا تتبكي بقى فيك الحال علاش تيجي تيوقف عليا غير انا اللي تكرفص علي على ديك على ديك البقعه اللي تبعوني فيها هذيك البقعه اللي عطانا سيدنا وبقى يحيدوها لي غير ما عارفين ما عنديش. شتي هذاك الشيء تكرفصوا عليا زعما الصراحه. دابا راه غايقولوا المراه فايته معتصمه وواحد القناه بعدا غنرد عليها راه خرجت ديك المره. لا ما غاديش نذكرها ديك القناه اللي خرجت واحد المره وردت عليا وقالت المراه فايته بيناتها صراعات. لا لا ما تعودوا تقولوا شي حاجه تتوثقوها وتعرفوا من وراها اشنو هو. عيط ليا في التليفون ديالي وند ليك بالوراق كيفاش كنت فايته معتصمه تقول لي معدا صراعات مع المزليس. واه عندي صراعات. داك الصراعات راه فايتين هما ماشي انا ما غنلومش انا رئيس مجلس البلدي راه الصغار اللي داروا داك الشيء. انا ما غنرومش رئيس مجلس البلدي كنت نجي عدو تيستقبلني احسن استقبال الرئيس الاول صراحه. الرئيس اللي مشى راه الواحد دابا تيجبدو كلها تيجبدو ويلي ني دابا هما الاخرين دوك المقدمين ودوك التقنيين وداك الشيء فيهم التخلويط. انا تنطلب من هنا من هذا المنبر جلاله الملك يصيفط لجنه تحقق في هذا الشيء والقفه خاصهم يعطوها لشي ناس يكونوا محلفين باش يعطوها للناس. دابا داك تنطلب من جلاله الملك يصيفط لجنه وتبقى ديك الكفوف يديروهم ويشوفوا الناس اللي مستحقين. القيد راه ما تيعرفوناش القيد راه تيجي تيمشي في حالاته ما عارفش ود البلاد شكون هو وداك الشيء. خاص جلالة الملك يشوف شي وحدين الناس محلفين يعطيو الحق ولينا الكفوف ونشدوهم حتى حنا بحالنا بحال عباد الله. راه تيشدو موالي الفلوس ماشي انا راه تنضرب انا الخبز والماء في رمضان وتنقول حمدك ربي وشكرتك تنقول حمدك ربي وشكرتك. هذاك الدري الصغير نسيتني في هادشي كامل غندير لك بالوراق اش هي حمد اخويا شفت دوكا مشيت للدار غادي نجبدو مع عندي الوراق ديالو كلشي شي داكشي ندير لك بيه. شحال ولدك تدوري به ميت هنا في بني ملال وهذا دار فيه وشي تلبر غنقول لك مشيت تلبر اسمح لي غتسمح لي انا غنجاوبك انا غنعيش معاك وغنقول لك شي تسمح لي انت مشيت ديتو فديتو الروضه قال لي خصك تمشي تجيب لنا الورقه ديال الدفن وما صحتش ما عنديش فاش غنرجع. وشفت واحد البوليسي الله يجازيه بخير الله يذوق السربيسو بخير جاي يرحم على امه مسكين. مو ميته قال لي سلم عليا تيعرفني قال لي مال قلت لها لي وقع لي وقع لي دخلت وعاود خرجت بقيت واقفه ما عنديش باش نركب. وسطو قال لي جيت نرحم على الوالده ديالي عزيتو اخو ما عنديش انا شي علاقه معاه الله يذوق السربيسو بخير وكا كيكونوا البوليس وكا كيكونوا الرجال. قال لي غتسناني غنرحم على الوالده وغادي نجي نديك. جابني حتى لتحت الحريه باش نشد الرخصه للدري باش نديه شنو الزمن اللي فتح الحريه؟ ديك البلاصه فاش يعطيك باش تدفني باش خصني نرجع على من ورا الدري مسكين هذاك الشيء. جابني ذاك البوليسي قال لي واخا عندي العزك في سبيل الله باش هو وصلك هو وصلني الله يعاون هذاك البوليسي. ولدي وفين كان ولدك ديك الساعه؟ خليته في الباب ديال الروضه مع باه وخوه ميت ميت. رجعت لتما ومشيت ثاني حتى لعند ذاك اللي تيعطيك الرخصه قال لي واش شتي لي والده؟ قلت لي واه. قال لي حشومه قال لي بيدك ويجيبوك. قال واحد السيد هكا بلاكارت تصوري لك نور جات تفضل تفضل
قلت لي وانا نقول لي شوف، قلت لي راه واقع ليا واقع ليا، قلت لي راه ولدي وادي، وقال لي راه دابا انت خاصك تكوني ناعسه، قلت لي راه هذا هو اللي عطاني الله. وياه يلا عاد فكرتيني الام عاود يلا عاد ولدتي بدمياتك وكل شيء وهزه وتمشيت ولدك وغادي بيه وتمشيت جري اللي بيه. ونجري ونجي وما تنقوليش، وليني عمر المجلس موقف كانوا تيشدوا مني، وليني ما عمري دابا ضحكت عليهم راه قلت لهم عطيتهم باش يعوضوا لي الرخصه. سمعتوا الرخصه نسيت اه صافي، اسمع عمري وصلت عندهم ولا سينو غادي يموت هذا مسكين بحال ولدي هذا ما هو. يجي حداكم واحنا غير طاير من البرد. مريحين كيكون تنباتو كيكون مريحين، واتسنى يجي واحد يشري وانا تندك جزريه تنبيعها تنعطي له تنشري. ودي والله حميد اخويا، شوف اخويا حميد، وانا اش غنقول لك دابا، تلفت بيا الارض تلفت بيا الارض، دوك الناس اللي تيعايروني الله يهديهم، شتي دوك الناس تيعودو يشوفوا الواقع عاد يقعدوا يهضروا على بنادم. اخوان اليوتيوبر احييكم وتنحترمكم احترام واحد ما متبادل، عادي ما نجرحوش بحال هذه الحالات مسكينه. شنو اللي بكاه؟ بكاه هو ان الواحد من مور لادسنس او لا من مور ان باشي يشوف عباد الله معاناة تاع مرا عرفتي شنو قالت ولا اخي الموتات بيه، واش عرفتي شنو قالت هاد المرا؟ كانت هازه ولدها ميت وعطاوها في وتندور بيه السبيطار وتدور وما عندهاش باش تشري بيه حتى الكفن، وتدور هنايا في وسط بني ملال ولدها قالت لك غطيته بشويه ديال نعناع وربيع النعناع. باش نديه باش ما يحبسناش مور الطاكسي، كون شافو مور الطاكسي ما غاديش يدينا، درت عليا دور قاصحه بزاف، غتغطي ولدك بالنعناع باش انك تحاول تهرب بيه باش تدفنه. شي وقع كنتمنى حتى اعاده النظر خاصه في دوك الاجنحه ديال التوليد. اه مازال كنتذكر الفضيحه اللي وقعت في الرباط ديال النهار اللي مات فيه ربما 12 دري صغير في مره واحده، قال لك تقطع الضو ورجع تخنقو مساكن ب 12. هادي في الرباط نشوف واش وقع بني ملال، عطاو هذا دري صغير حي ولدها اللي تيخرج عندها دابا في الليل، كل ام غتعيش معايا هاد اللحظه. تيجي اختي انا باش بكاز قالت لك تيخرج عندي في الليل غاتعيش تيبدا يدور بحدايا بحال داك الفروج الاحمر، تيبدا يدور رياح الدرجين ديالي وتيعذبني الضمير ديالي. قول ما داك الدواء هضر يا اختي من قلبك، راه حتى الدعوة المغاربه وهاد الدموع ديال قدام دي الله دابا هو تنتبع داك الدواء، الروح داك الدواء ديالو راه كل ما مالها تيدوى شوي خويا داك الدواء تيدوخني، تيشربو ديال لاطانسيو ديال القلب، تنعس واحد شويه وتيتفكر داك الدري اش المصير ديالو، تغامرت بيه ومات ليا في اليدين ديالي، مات ليا قاده ما عرفتش غندير عليه ما عرفتش، وتكرفست على داك الولد، داك الولد بقى تيدور ليا في الراس ديالي. من تنشوف الدراري قدو داك الشيء، راه نهار 8 في شهر 8 نهار 2014 راه عدو دابا مع تيقراو الدراري اللي مزيودين مع تيقراو دابا في الرابع. يا فين ما شتيهم كتفكري تفكرو هزه انت ميت اه هزه وتندور بيه بني ملال تيقول شكون اللي كفل لك داك اه كفلتو راسي، ما بغاش الفقيه، مشيت عند الفقيه تاع الجامع قال لي لا، قال لي بغاو الفلوس، قلت له انا ما عنديش الفلوس، قلت له انا ما عندي التريال، يقول لي لا صافي، قال لي قلت له صافي من ما بغيتش شنو غندي نكفنو، كفنتو راسي قديتو وحطيتو كنت كبتاك وانت وصافي دابا القلب صافي تحيد، تخاصني نرد عليه غادي يخنز غير 8 في شهر 8 راه الحال سخون بني ملال، تحطي على الحوته تسيبها خنزات، وليت خاصني غير نمشي باش نرد عليه التراب. الا خليته عندي في الدار عندي في الثلاجه غادي الصباح غادي يقول لك فين كنتي حاطاه، نتعاقب عليه غنمشي عليه للحبس، لا ما خصني نلحق نرد عليه. وجيت في حالتي هاد الناس اللي تيقولوا المرا شدات بقى، واه شديت راه كون قاعد كان على الدري ونعطيكم البقعه اللي شديت انا، شال البقعة كون عطي شدوها هما دول تيهضرو ونعطيهم انا ديك البقعة. داك الدري ما يخرجش عندك في الليل يعذب ما يعذبنيش، واه ما يعذبنيش هذاك الولد ما يعذبنيش، ونعطيهم هما البقعة اللي بقات فيهم، البقعة راه مال البيع لا الشرا، سيدنا راه عطانا مبادرة انا قد نبني فيها عاك وزينة براكة ولا، وليني راه مال البيع مال الشرا، الاستفادة ديال سيدنا ما تتباع ما تتسا، وانا من تنقنط تنشد ديك المية ريال ولا 1000 فرنك تمشي في الطوبيس وتنريح فيها تنفكر ولدي فيها، إن راه ضحية على هذيك البقعة، وترجع في حالتي تنبكي تنعي ونجي ونجم ديك البقعة ونجي. كنت فيها حتى اليوم. أه؟ مشيت لها اليوم. أه راه مشيت لها اليوم، راه عيطت ليه قبيلة قال عيط ليا قال لي فين كاينة واش عيطت لكم؟ قلت لي حنا جايين لعبد، قلت لك رانا كنت فيها تنمشي ليها. أه تنمشي. سميتيه مسكين ولا كيف؟ سميتي عمران. عمران. أه باش ما نديش التقليد ديالو. سميتيه عمران. أه
باش غدا قدام الله ما غادي يعود يتابعك. شبي تقولي الروح لعمران مسكين تعذاب انا يسمح ليا انا يسمح ليا انا يسمح ليا الولد ديالي تكبر معايا يسمح ليا دابا من هذا المنبر يسمع ليا من شو فيبي انا داك الولد تكرفص معاه وبزاف تاع الحوايج بزاف تاع المشاكل بزاف بزاف تاع الحوايج راه الا يعقلوا شحال من ساعة عمره المسكين في الليل تندور فيه اما الصباح وانا تندور به باش خصني ندبر عليك فندبر عليه باش نديرو بزاف تاع الحوايج باش نمشي نشري ليه الحنوطه هو بحالو واخا ما غسلتوش وداك الشيء لا جعل تقنيدو على داك الفقيه اللي قالك راه تيصلي بيهم بغى الفلوس تاع الفقيه قال لك الا ما كاينش الفلوس ما نقصش عمره قال لا واه قلت لي الله يجعل تقنيدو على الناس كون هو كان ولد الناس هو تيصلي بالناس يكف لي حتى داك الولد ما كفتنوش ومشيت لويت عليه ديك الكتانه وديته وحطيته تما انا ما عارفاش لويته كالدراري وديته وحطيته في الروضه هادشي اللي غنقول ما دابا مسكين درت شي ريحه شي ما درت لي داك شريته ليه مشيت شريته ليه شريتهم درتهم عليه وحطيته واش غندير ليه ما صلى عليه حد لا ما صلى واه ما صلى عليه حتى واحد ديتو انا وباه دابا المسكين فاش يموت راه تيموت بحال الجيفه ماشي بحال ولد واحد مسؤول ولد واحد مسؤول راه ونضات هالكيران تيكريو ترابي ولا تيهزو فيهم عباد الله ما عندهمش غرام ديال المشكل انت وعمران وباه والله سبحانه وتعالى هما هذوك ولاد المسؤولين وراه يموت راه خاص كاع الا ماتي ولد المسؤوله كامله كاع تيتبعوها غادي نوقفوا اخواني دعواتكم تغمض الله الملك عمران برحمته الواسعه واسكنه فسيح جناته عمران خرج لهذه الدنيا التحقت الروح ديالو بالرفيق الاعلى مره اخرى جثه هامده من بعد المهزله والفاجعه اللي 10 ديال العيال تخرجهم لحد الساعه ما يمكنش ان نخرجهم وحش هدمي لحد الساعه حسب تقارير اللي تم اعتقال واحد اللي خرج 10 ديال العيالات واغتصبهم في القبور الروح ديالهم دا عند الله اليوم تنجيو لبني ملال تلقاو عاوتاني عمران الروح دا الله بقى الجسد ديال عمران النحيل اللي اي واحد كاين اللي باع الملايير والملايين باش ان ينجب دري صغير غير خلف غير خلف ان تقول ولدي هاد المراه عطاها الله دري للاسف الشديد عمران تكرفس بزاف مسكين هنايا في الزناقي ديال بني ملال فين ما فكرته كتبكي عمران ملاك من ملائكه الرحمن لان الله سبحانه وتعالى والتي صفت الروح ديال عمران انها كتحوم على هاد الام كل وحده تخمام وانا تنهضر معكم وفكرت هذيك الام الحيوان اللي كانت لاحت ولدها مؤخرا في النواحي ديال القنيطره اضطروا تزلوا وحي مسكين وجنو فوقاش لاحتو حتى شافت الماكينه جايه اللي كانت تتعصر ومشات تشوف باش الماكينه غتهز ولدها مازال حي قجاتو من هنايا وحطاتو ولكن الالطاف الالهيه سجموا للزباله انه يهز مع داك قبل ما تجي الماكينه وشافوا مازال صغير ونقصت واحد المراه ورضعته وراه حيا الحمد لله وشكرا للجاليه المغربيه اللي كل شيء اتصل بيا بغى انه باش يتكفل بهذاك الملاك اللي الله سبحانه وتعالى نقدو من بعد ما حطات امه يتطحن قدامها في طرد الزبل البنات ردوا البال بزاف ولكن هذه كتقول لك ولدي ديال الحلال اللي ولدته انا وراجلي اللي راه خدام بحال امك بحال با طبقيات ولد عمران هو اللي بغينا يولي محامي عمران هو اللي ولد له تيران المحامي وانا عاود نمشي للموضوع ديال المحاماه حنا بغينا نشوفوا في الساحه محاميين ولاد الشعب ولاد الطبقه الفقيره اللي كتحس بالمعاناه ديال الموكل ديالها بغينا محامي اللي يقنع ب 10000 ريال و 20000 ريال ما بغيناش محامي اللي راس مال ديال باه الملاير شحال اش غدير له 10000 ديال كوع المواطن لا ما غدير له حتى شي حاجه بغينا نكونوا سواسيه الارواح تيديها الله الجثة تتعذب وحنا مازال تندبزو على شكون اللي صلح الاورديناتور واش الاورديناتور واش السي وهبي علاش الاسماء متقادة في شي حاجة اللي عندها علاقة مع العدل هو المحاماة انك تهضرب سميتي قدام الله وقدام القانون خصك تكون غير انت والضمير تاع ربي انك قريتي عليها وصلتي عمران اختي شتي دابا انت قلتي لي الفقير حيت تيموت الغني كي تيموت غير انت وعمران الدرجه دفنتوه
باش سمعتي بحال بان الدرجه. هذا الشيء اللي واقع في المغرب ديال شي كونكور ديال المحاميين ولا شنو واقع؟ شنو واقع؟ شمن داكشي تيقولوا بحال فيه شنو فيه؟ ما داكشي ما خلينا شنو فهمتي انت؟ دابا تيقول لك راه ما نجحوش هذوك ولاد دوك الناس البسطاء، ناجحين غير دوك الولاد اللي لاباس عليهم. هما اللي نجحوا. هادشي اللي فهمتي انت هادشي اللي فهمت انا شت بيني انا ما قريتش انا باش غادي نعرف داك انت تنشوفو انت تيهضروا دابا الفيديو غير تنتفرج فيه حيت ما تنقراش تحت منه غير ما قريتش انا ما تنتبع ويلي يلاه. اذا اخواني او هادي كلكم اللي جيتو زرتوني ومرحبا بكم، خاصكم تتبعوا الملف ديالي حتى لاخر لحظه. الله يرحم لكم الوالدين. انا اخوتك المغاربه ما انا اخوتي المغاربه تتبع كذا كاميرا ما لهاش كذا انا اخوتي المغاربه غادي تتبعوا النداء ديالك لاخوتك المغاربه. انا اخوتي المغاربه غاتبعوا الملف ديالي حتى لاخر حلقه اخر سميتو. انا تنطمن خويا حميد العقاوي بقى يساندني حتى لاخر سميتو. الدراري نمشيو عندها للدار اليوم في العشيه. الله واه واه مرحبا بكم عندي. مرحبا بكم اليوم تابعونا اليوم ان شاء الله غادي نبقى هنا في بني ملال وغادي نمشي عندك حق الرد مكفول السيد رئيس المجلس البلدي ولا رئيس الجهه او شي مسؤول في بني ملال. قناه شوف تيفي مراه الواقع، قناه شوف تيفي تنحاولوا نديروا هذه التقارير بالصوت والصوره وبكل عفويه، ولكن الغريب في الامر انني تفاجات بقضيه عمران اللي نساتني في كل شيء. هذا ممكن واحد السؤال تقول لينا الاخت الدريسيه باش كتحس ويا حقك الحلم ديال ان شفت حميد العقاوي؟ انا تنشكر خويا حميد العقاوي حميد العقاوي شتي انا كنت متبعاه وداك الشيء وتنقول يا ربي نمشي لعندو ونتلاقى معاه وليني في هذا النهار فرحانه باش جيت صورت معاه والدار وقلت له والله قلت له والله اخويا انا خويا حميد اليوم انا عزيز عليا والله الا تنعدو بحال خويا وانا تنشكرو وخاصني نبقى متبع مع هذا الفيلم المشكل ديالي حتى لاخر لحظه. عزيز عليك حميد الانسان واه انت عزيز عليا اليوم انا فرحانه باش جيتي لعندي. ملي كنت صحابي انسان واش كان واحد المره لاح واحد السيد كان ناعس في الطريق ديال خنيفره وجاب ليه رمانط متبعات. اه ما تيحس بالواحد اللي تيعاني غير اللي جاب ليه رمانط ودوا معاه قال له يما نوض نوض عاد جاب الشلحه قال له اجي لعندي باش نعطيك نعطيك المانط. انا واخا ما تنعرفش عقلتي عليه مديرتو ازرق مدير مديرتو ازرق حدا ديك البونبه. اذا وبهذا انا تنشكرك وانا تنطلبك تبقى معايا خويا حميد حتى الاخر. نمرتي هي عندك وامام انا اتضامن مع هذه السيده. انا تنطلب مع انه غنطلب من خويا حميد العقاوي يبقى مضامن معايا في هذا الشيء حتى نكمل. وانا مرحبا يا لالا. الله يرحم لك الوالدين وتنشكر شوف تي في اللي تواصلت معايا وغتفك المشكل ديالي مع تعرفي بان شوف تي في قناه الشعب. واه انا دارك معاك بين النداء ديالك وانا تنشكر سي حامد انت هو جا لعندي. انا غادي نشكرو دارك مرحبا بي الى قبل عليا مرحبا اليوم جدي لي اليوم علام والله نسيتيني في البرنامج زعما تقولي لخوتي المغاربه انا تنشكر يترحموا حتى مع ولدنا عمر كلشي يترحم اللي ما عندوش اللي يرحم اللي يرحم عليه الله يرحمه اللهم امين. وهذيك هي دارنا يا راه ام مسكينه تنتمنى حتى الاخوان عافاكم. قال لك طلقوا مني قال لك علاش يشدوا فيا الناس يسبوني وهكذا تيقولوا راه وراه انا خرج ليا عمران هذيك 60 متر هذيك 70 متر ويشدوها هذيك شكون اللي دار الملاير وشكون اللي دار اراضي. انا راه هذيك راه مبادره ما خالد فرقت عليها عاد شديتها ماشي لحقوا وعطاوها لي بحالي بحال المواطنين غير سبوها ما كاين مسؤول ما خويا ما حتى شي واحد عندي الله جلالة الملك هو الملك هو اللي عطاني وعطاها لي هيبه واخا نطلب عليها نبنيها ونخلي ولدي فيها. هذاك السيد كينصف الجميع. اه سيدنا سيدنا بغى يحيدني انا من الفقر ولكن كانوا بغى يديوها ولكن الحمد لله الحمد لله انتصرت عليهم الحمد لله بالفور الشيفور ندوز من حداهم ماشي ديتي حاجه. شكرا جلالة الملك. انا تنشكره مدخلني من الزنقه غادي يدخلني من الزنقه وما غاديش يخليني عنديش الفقر بزاف تاع الحوايج وخا عانيت وتكرفصت عليها وجروني عليها وتكرفص وضربت عليها 15 يوم ديال العقوبه ديال السجن. على ديك البقره. الدار اللي ضربت عليها راه ماشي داري 161 ديال جيراننا واداو العقوبه قالوا لها تتخلص الكراوي ديك الدار 159 ومشيت اديت العقوبه 161 نهزها لهم غدا داك الشيء اللي خاطفوه في البلاد نهزها لهم الحسنات ديالهم. اخواني الكرام هو في الحقيقه كانت صدمه وانا في البرنامج هذه الحقيقه.
هاد سيري اختي انا ندور الطوموبيل سيري الان جي غير سيري انا جيت تما لعندك اختي سيري ندور الطوموبيل واو عمران تنتمنى ان ما تكونش هاد القضيه اللي وقعت عمران كاع في المستشفيات عيب وعار ان ارواح ملائكه الرحمن نسمعهم بانه ولاو في هاد البلاد تيتهزوا في ميكات وكيضروا بهم البلاد. شكرا السيد الوالي ديال الجهه على المجهودات الجباره ديالو شحال من مره دخل باش انه ينقذ هاد المراه. المجلس البلدي الحالي حق الرد مكفول ليك. ما يقع في بني ملال اتاسف له بزاف كاع. ساكنه بني ملال والشباب ديال بني ملال اللي ولاو اخر متتبع الكريم في كل بقع العالم. وحتى شي واحد ما تيهرب من دار العرس. ما نويتش بانني غادي نجيب على الرساله اللي عطات هاد المراه للسيد الرئيس اللي ان شاء الله غادي نتصلوا به وغادي نشوفوا الرد ديال الرئيس وهل توصل الرئيس وما راي الرئيس ما دام انه هو المسؤول على المدينه وهو اللي ساقط فيه المدينه والتقليد الكبير ديال هاد الناس هذا على تقليده هو لان الرئيس ماشي تيديرها بقرايته ولا بشي حاجه لا بالثقه اللي تيثقوا فيه الناس تنتمناو من السيد الرئيس انه تا هو يحل بابه للاعلام ويجاوبنا ويقول لنا ظروف الشغل فين وصلات واش كاين شي مآل واش كاين شي صبر اللي يزيدو يصبروا الشباب ولا حتى هما قانون قوارب الموت الناس ديال بني ملال والنواحي ما كاينش شي بلاد اخواني في الخريطه اللي ما فيهاش ولاد شكرا للجاليه المغربيه اللي واخا تتخدم تما كتستمر هنا خص غير ان المنتخبين يديروا معاهم يد يد في يد هنا اخواني ديك المراه مسكينه مين عمران راه نحاولوا ان نعافكم مين عمران نعتبروها اختنا امنا قالت لك عافاك حميد ما تنسانيش اليوم غادي نمشي عند مين عمران للدار هذه هي المرأة اللي تقدمت للرئيس المجلس البلدي ديال بني ملال بواحد الطلب للكاتبة من اللي قراتو قالت لها وكنتي حمقى ولا اش وقع لك علاش لان الطلب هو في الحقيقة صورة لأرض الواقع والمعاناة اللي كتعيشها الأم المغربية طلب غريب كما اعتبره وسائل الإعلام طلب ديال الرئيس أعطيني الرخصة عافاك باش نخرج نسعى في الزنقة مادام أن القانون كيجرم السعاية وصلات فيا العظمة السيد الرئيس بارطاجي وعافاكم في وجهتك عمران بغيتي يبدا شي تحقيق جينا نشوفوا المراسله ديال عيما ديال ربما هاد المراسله هادي اللي راسلت هاد المراه غادي تكشف المستور اللي شي وقع لولادنا مساكن ملي تيتولدوا والاجنة هنا في بني ملال موضوع اللي غادي نطرق ليه تابعونا حميد العقاوي تنحاول دائما اننا نعطي الصوره بالواقع بالصوت والصوره والحقيقه واي مسؤول عنده ضمير غادي يدير مقارنه لهذا البرنامج مع التقارير اللي تتوصلوا حق الرد مكفول لاي طرف اعمالنا تطوعيه ومجانيه الغايه ان باش يوصل النداء ديال ولاد الشعب الى ملك الشعب